وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بك دكتور، سعداء بوجودك معنا في استوديو مركز الأخبار. دكتور، يعني أشارت كلمة مملكة البحرين أمام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية العالمية والسلام تأتي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، فلنلقي الضوء قليلا على هذه الجزئية. طبعا كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء هي خارطة الطريق ليست لنا في البحرين أو المنطقة، إنما لكل دول العالم باستخدامات سلمية وإبداعية في الذكاء الاصطناعي. ومثل ما ندري أن الذكاء الاصطناعي هي ممكن التقنيات تكون منحازة على ضوء التطورات في البيانات المتواجدة أو الخوارزميات خلال الصناع الذكاء الاصطناعي. فأعتقد أن الكلمة توجيهات أن يكون هناك تشريعات وأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي جدا مهمة قبل ما ننتج. وأيضا هناك يعني كسيف ذو الحدين ممكن استخدامات تكون سيئة أو خطيرة من قبل أفراد أو مجموعات، أو استخدامات إبداعية وابتكارية والسلمية والسلام في العالم المجمع. نعم بلا شك. يعني دكتور، من وجهة نظرك كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة اليوم أن تواجه التحديات التي يواجهها العالم؟ طبعا نرجع مرة ثانية، هناك عدة قطع نستخدمهم في الذكاء الاصطناعي، فممكن يعني التركيز يكون حسب الأولويات في التعليم. هناك كثيرين من المبدعين والمبتكرين والتلاميذ اللي هم يحتاجون أن يصنعون العلم عن طريق الذكاء الاصطناعي. نعم. وأمور أخرى كمجال الطب والصحة في استكشاف الأمراض مبكراً أو عمليات روبوتية أو ما غير ذلك. فهناك كثير، أو في الصناعة ممكن ازدياد الانتاجية والسرعة في العمليات، هناك كثير من الفوائد من الذكاء الاصطناعي إذا قدرنا نحدد الأولويات ونصنع قرارات والتشريعات. والتشريعات جدا مهمة من قبل المختصين لكي نركز أين نكون مع الذكاء الاصطناعي خلال سنوات القادمة، وأيضا نكون حذرين عن استخدامات سيئة في الذكاء الاصطناعي. صحيح بلا شك. طبعا الدكتور جاسم حاجي، شكرا على وجودك معنا، المستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر، شكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا.